Здравствуйте, все наши уважаемые школьники и школьницы. Сегодня у нас урок русского языка. Я учительница русского языка. Меня зовут Марьям. У нас страница номер 13. Мы будем читать рассказ о Льве Семеновиче Пантелеягиных. Это известный советский математик. Мы начнем. В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. في إحدى مدارس موسكو توقف عن المجيء إلى الدروس صبي. تليفون أليوفي نيبلا и одна классники решили пойти к нему домой. Телефон عند Льва لم يكن موجود ورفاقه بنفس الصف قرروا الذهاب إليه إلى البيت. الدفير أتكريلا ماما ليوفي. فتحت أم ليوفا الباب. لتسوءني يوبي لأوتشن جروسني. كان وجهها حزين جدا. ربياتا بس دروفاليس. إيسا براسيلي. بتشمو ليوفا نخودت في شكولو. الطلاب سلموا وسألوا لماذا ليوفا لم يأتي إلى المدرسة. ماما أدفيتلا. أني بودت أتشتها في شكولي. يموز ديلا لأبيراتسيو. ليوفا أسليب إسام خديت نموجت. هو سوف لن يكمل الدراسة في المدرسة. أجروا له عملية وليوفا أصيب في العمى ولم يأتي إلى المدرسة. لم يستطيع المجيء إلى المدرسة. ربياتا بملت شالي إتو تكتو توس كزال. الشباب صمتوا وأحدهم قال مي بودم فديت يوفو في شكولو. إي داموي برافاجات. إي أوروكي بموجم ديلات. نحن سوف نقوده إلى المدرسة ونرجعه إلى البيت والدروس سوف نساعده في حلها. ماما زبلكالا. أنا برجلاسي لربياتا في كومنتو. ماما الأم بكت. هي دعت الشباب إلى الغرفة. إكنيم فيشل ليوفا. إليهم خرج ليوفا. نجلا زاخ ونيفو بلا بافياسكا. على عينيه كانت ضمادة. ليوفا استرودومس كازال ازدراس فويتي. ليوفا بصعوبة قال السلام عليكم. ربياتا سالي جافاريت يومو. الشباب بدأوا يتكلمون إليه. يا زافترا برافاجوتي بيا في شكولو. أنا غدا سوف أقودك إلى المدرسة. أيا راسكاجوش تومي برخاديلي باي جبري. وأنا سوف أقول لك شو أخذنا بمادة الجبر. أيابا استوري وأنا سوف أقول لك شو أخذنا بمادة التاريخ. ليوفا نيزنال كافوس لوشت. أون بلاكل. ليوفا ما عرف مين عم يسمع. أون بلاكل هو بكى. ربياتا سستافلي بلان. كتو ككي بردميتي أبسنيايت. كتو بودت فديت ليوفو في شكولو. الشباب وضعوا مخطط. ككي بردميتي. شو هي المواد اللي رح يشرحوا له إياها؟ ومن سوف يقود ليوفا إلى المدرسة. في شكولي مالتشيك كاتوري سيديلس ليوفا إزا أدنوي بارتي. تيخا رسكازي فاليومو توش شتو وتشيت البيشت نداسكي. في المدرسة صبي الذي جلس بجانب ليوفا في مقعد واحد بصوت هادئ تكلم له ماذا المعلم يكتب على السبورة. وتشيلس ليوفا بريك راسنا. ليوفا درس بشكل رائع. لوتشي اوتشيتسا ستال ايفيس كلاس. درس بشكل رائع افضل من بقية الصف. اشتوبي ابسنيات اوروك دروغو نوشنا سامامو يوفوزنات. لكي يشرح الدرس لصديقه يلزمه معرفته بنفسه. ربياتا جولياليس ليوفي خديلي سنيم نا كانسيرتي. الشباب تنزهوا مع ليوفا وذهبوا معه الى الحفلة. شكولو ليوفا أكونشل زلطوي ميداليو. أنهى ليوفا المدرسة بميدالية ذهبية. باتون بستوبيل في انستيتوت ثم توضع في المعهد. بوستي انستيتوتا ليوفا برادالجال اوتشيتسا. استال في سيميرنا ازفيسن ماتيماتيكام اكاديميكام بنترياجينم. بعد المعهد تابع ليوفا الدراسة وأصبح رياضي مشهور في كل العالم. مي ذا كونشل تشيتات اوروكا. مي بودم ادفتشات نافابروسي.
أدفيتنا فابروسي أجيبوا على الأسئلة. بيرفي فابروس اشتوسلو تشيلاس في أدنوي مسكوفس كشكولي. يعني هون ترجمت السؤال، ماذا حصل في إحدى مدارس موسكو كما مر معنا سابقا في بداية الدرس؟ أدنوي مسكوفس كشكولي برسال خديت نازانياتيا مالتشيك في إحدى مدارس موسكو توقف عن المجيء صبي. فتروي فابروس السؤال الثاني، كاكز فالي مالتشيكا كاتوري برستال خديت في شكولو، ما اسم الصبي الذي توقف عن المجيء الى المدرسة؟ مالتشيك كاتوري برستال خديت في شكولو يوفو زافوت اليوفا كاك مي زفالي. تريتي فابروس شتوسلو تشيلاس اتم مالتشيكا، شتوسلو تشيلاس اتم مالتشيكا، ماذا حصل مع هذا الصبي؟ لوتشيلاس يموز ديلا لي أبيراسيو أجروا له عملية اليوفا أسليب إيسام خديت موجد، هو أصيب بالعمى ولم يستطيع المجيء إلى المدرسة. شتيري فابروس شتوري شيلس ديلات أدنا كلاسنيكي اليوفي، ماذا قرروا أن يفعلوا رفاقه بنفس الصف؟ شتوري شيلي أنيري شيلي فديت يوفو في شكولو، يقوده يحملونه إلى المدرسة إذا موي بروفاجات إي أوروكي بموجم ديلات ويساعدونه بحل الدروس. بياتي فابروس كاك أدنا كلاسنيكي بمجالي اليوفي، كيف رفاقه بنفس الصف ساعدوه لليوفا؟ ريبياتا ساستافيلي بلان كتو كاكي بردميتي ابي سنيايت كتو بودت فاديت اليوفو في شكولو. شستوي فابروس السؤال السادس كاك اوتشيلسا اليوفا ايوفو ادنا كلاسنيكي، كيف درس اليوفا ورفاقه؟ اوتشيلسا اليوفا بريكراسنا لوتشي اوتشيتسا ستال ايفيس كلاس، هو درس بشكل رائع من بقية الصف من بقية رفاقه. سيدموي فابروس اليوفا اكونش الشكول وخرشو، هل انهى اليوفا المدرسة بشكل جيد؟ دا كانيشنا شكولو اليوفا أكونشل زلاتوي ميداليو، هو أنهاها مع ميدالية ذهبية. كم ستال اليوفا؟ من أصبح اليوفا؟ اليوفا ستال سيميرنا إزفيسن ماتيماتيكم أكاديميكم بنترياجينم. بس ليدي فابروس ككي دروزيا اليوفي، ما هي يعني ما صفة الأصدقاء اللي كانوا عند اليوفا؟ كاك ميزنالي اليوفي خروشي دوبري دروزيا أوروك ناش أوروك زا كونشل سباسيبا فام زبني ماني في سيفو دوبربا دس في دانيا.